السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا، وأهم الأخبار الاقتصادية نناقشها مع حضراتكم اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. حافظت الليرة السورية على استقرارها وتماسكها أمام الدولار الأمريكي والعملات سواء في السوق السوداء أو في السوق الرسمية، ويتحرك الدولار في كافة المدن والمحافظات السورية بين مستويات 14650 ليرة إلى 15285 ليرة، بينما يتحرك اليورو بين مستويات 16480 ليرة إلى 16363 ليرة. وفي السوق الرسمية ظلت الأسعار كما هي عند مستويات 13668 ليرة في نشرة المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وعند 12500 ليرة في نشرة البنوك. وعلى صعيد أهم الأخبار، كشفت تقارير عن أسباب انخفاض الدولار في سوريا هذه الأيام، وفيها قال الخبير الاقتصادي علي الأحمد إن سبب انخفاض سعر الدولار في سوريا بشكل رئيسي يعود إلى تضاعف الضخ الحاصل خلال الأسبوع الماضي من قبل السوريين العائدين من لبنان، حيث يتم تصريف 100 دولار لكل مواطن سوري، الأمر الذي ينعكس بزيادة ملحوظة في المعروض من القطع مقابل ثبات أو انخفاض على الطلب، وهي حالة يستغلها تجار القطع والمضاربين للشراء بأقل سعر. ولفت إلى وجود سبب ثاني، وهو تصريف المهجرين من جنوب لبنان للدولار بهدف الإيجار أو شراء حاجاتهم الأساسية سواء مواد غذائية أو ملابس، وهذا الأمر له نوع من تحريك الاقتصاد. وأكد أن انخفاض سعر الدولار أمام الليرة حالة مؤقتة مرتبطة بمناسبة معينة، بزوالها يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وفي النهاية نتمنى استمرار تراجع الدولار وعودة العملة الوطنية السورية إلى التماسك والقوة واستقرار الأسواق والأسعار حتى يشعر المواطن بنوع من الراحة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر الدولار مقابل ليرة سورية في عدد من المدن والمحافظات اليوم الأحد، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص أسعار تتراوح ما بين 14650 ليرة إلى 14750 ليرة. وفي محافظات إدلب وعين العرب ومنبج والرقة ودير الزور والحسكة، سجل الدولار مستويات تتراوح ما بين 15050 ليرة إلى 15285 ليرة. أما عن أسعار العملات مقابل ليرة سورية فقد سجلت تباين، ليسجل اليورو 16480 ليرة مبيع و16363 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 432 ليرة مبيع و427 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3940 ليرة مبيع و3910 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48392 ليرة مبيع و48039 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 305 ليرة مبيع و301 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة في سوريا، فقد سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و269 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و166 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و114 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 955 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2658 دولار فاصل 40 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و854 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 598 دولار فاصل 29 سنت، وسجلت أونصة الفضة 468168 ليرة سورية اللي بتساوي 31 دولار فاصل 63 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا
15,053 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.